نظم قسم الاتصال والإعلام باليوناميد مهرجانا للتعايش السلمي بجانب معرض للصور صاحبه مجسمات تفاعلية للقرى الدارفورية التقليدية، وذلك بمقر قيادة البعثة بالفاشر شمال دارفور. نظم الاحتفال تحت شعار معا من أجل السلام. وشملت الأنشطة كذلك أغاني تراثية قدمها فنانون محليون بجانب أعمال أخرى قدمتها بعض الفرق السودانية والأجنبية، والفنانة السودانية الكبيرة شموس إبراهيم التي غنت للسلام. إضافة إلى ذلك، وقعت المشاركات في حملة نساء دارفور يتحدثن عن السلام التي نظمتها اليوناميد على تعهد بالعمل من أجل السلام. نحن نساء دارفور نتعهد في أن نوقع على وثيقة من أجل السلام. نساء دارفور يتحدثن عن السلام، ونساء دارفور معا من أجل السلام. وشملت الفقرات الأخرى للمهرجان سوقا للمصنوعات اليدوية المحلية، حيث عرضت المجموعة النسوية منتجاتها للبيع. نحن في حكومة الولاية نؤكد وقفتنا القوية، ونؤكد وقفتنا الصلبة، ونؤكد تعاوننا والشراكات الأصيلة مع وحدة اليوناميد في تنفيذ كثير من البرامج التي تعمل على دفع عجلة التنمية. تحدثت في المناسبة فيحاء كرم الدين معتمد الرئاسة للمرأة والطفل بشمال دارفور، التي أعربت عن استعداد الحكومة للتعاون مع اليوناميد للعمل من أجل التنمية والتعايش السلمي في دارفور. You see a lot of representatives from local communities here with us selling. وفي كلمته في المهرجان أوضح كارلوس أوراجو رئيس قسم الإعلام والاتصال باليوناميد أن من أهداف أنشطة التواصل بالقسم تعريف السكان المحليين بالأنشطة التي تقوم بها البعثة في جميع أنحاء دارفور. This is a chance for a communication and public information section to share with the mission and also our colleagues from the outside what we do. من جانبها أوضحت موسيكو مالو رئيسة قسم المنشورات والوسائط المتعددة بالبعثة أن هذه المناسبة فرصة سانحة للمجتمع المحلي للتفاعل مع اليوناميد، وشكرت نساء معسكري أبو شوكي والسلام للنازحين وممثلات المرأة الأخريات من مركز التنمية على المشاركة في المعرض. النازحين نحن حرقنا ظروف غير إرادية، أصبحنا في المعسكرات، مع ذلك نحن قيادات نداء. وأخيرا دعت نفيسة إسماعيل ممثلة النازحات كل أهل دارفور إلى العمل من أجل السلام والاستقرار، وحثت الحركات غير الموقعة على الانضمام لركب السلام. بنقول لكل الحركات الغير موقعة أنها لازم تلتف حول السلام، ولازم تجي توقع، لأن لا 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 اللي هو وثيقة الدوحة مفتوحة من أجل السلام. ونقول إحنا كمان قفانا حروبات، وقفانا معسكرات، وقفانا هدوء.